سياده اللواء علاء عبد الظاهر مدير اداره الحمايه المدنيه السابق. سياده اللواء، الناس بتسال طيب ليه مش عارفين مش قادرين نطفي الحريقه لحد دلوقتي؟ مساء الخير يا فندم. هو دلوقتي الحريقه هي عباره عن شويه بؤر، عشان كده حتى انت تلاحظي عليها على الصوره اللي موجوده قدام حضرتك، هي بؤر بسيطه لبعض المواد اللي كانت موجوده وبيتم التآكل في بعضها، هي بتاكل بعضها على خفيف، لان هي دي اصلا خلاص يعني هي دي مكان تم يعتبر احنا كنا بندي عليه تمام اطفاء بالشكل اللي هو اللي موجود ده، مفيش لهب طالع بره العماره، مفيش حاجه تهدد الخطر انها تنتقل لمكان اعلى او لشكل اعلى، لكن دي بعض البؤر في بعض المواد الموجوده اللي لسه بتتفاعل معاها النيران. لكن هو اساسا ده ما يعتبرش حريق من الحرائق اللي هي الكبيره دلوقتي بالحاله اللي هو فيها. ايوه انا بقول ليه بقى مش قادرين ان احنا نطفيها يعني؟ لا ما احنا في توصيه امبارح من اللجنه حضرتك بعدم دخول اي افراد، احنا طبعا اهم حاجه عندنا في الموضوع السلامه للاشخاص طبعًا. وللافراد سواء كانوا مدنيين او افراد الحمايه المدنيه او ضباط المدنيه، وما نقدرش نطفيها من بره يا سياده اللواء. لا احنا دلوقتي كل العربيات اللي موجوده بنفس المقدار اللي كان موجود فوق 36 عربيه بالخزانات بتاعه المياه موجوده محيطه للمكان للتامين، لو حصل خروج اللهب على المحيطات او ارتفاع للادوار الاعلى ان هي توصل للادوار اللي فوق يبتدي يتعامل معاها بالتبريد وتقليل الحمل الحراري اللي موجود حوالين المكان. ليه الحريقه دي قعدت طول المده دي؟ يعني دي احنا بنتكلم في داخلين احنا وضحنا حضرتك ان الحريق ان المكان كان فيه تشوينات مواد قابله للاشتعال ومواد معجله للاشتعال وكان مواد غير متوافق انها تتحط حتى في لو هي تخزين او تصنيع انها تبقى موجوده في مكان في عماره سكنيه، وخدت فترة طويلة قبل وصول رجال المطاف لأن من الأهالي أو أصحاب المكان ما بلغوش بفترة، لما اشتعل اشتعال كامل في المكان كله كنا نقدر نسيطر عليه في غضون 10 دقائق أو أكثر شوية نص ساعة مثلا لو كان البلاغ تم في 5 دقائق أو 10 دقائق من بعد الاشتعال، كان يقدر رجال الحماية المدنية يسيطروا عليها وما يبقاش فيه خوف ولا خطر دائم على السكان ولا على السلامه الانشائيه للمبنى مهما كان مخالف او غير مخالف.